من ضمن الأسئلة، قسم المكتبات كلية الآداب ليهم شغل إيه؟ أنا متضايق جدا، أنا دخلت قسم مكتبات في كلية الآداب ملوش وظايف، ينفع تقول لي إيه؟ عادة شغله محدود شوية، بيشتغل في مكتبات، وأنتوا عارفين طبعا شغل المكتبات عندنا ما فيش حد بيقرا، ففي مكاتب كتيرة قفلت، مكاتب خاصة يعني مكتبات خاصة، أو المدارس بقى تدخل في مدرسة فتقعد في قسم المكتبات هناك. ولكن حتى دي خلي بالكوا إنه في قدر من ما فيش، ما بتديش دروس، فبتاخد مرتب تقريبا اللي هو القليل خالص، فطبعا الدنيا بتكون واقعه خالص. اعرف حد كان كده وحاول انه يتعلم لغه عربيه، فبيدي لغه عربيه كدروس. بس طبعا هي الفكره، انت خريج دافع مش هتشتغل في المدارس الا بهذا الموضوع. طب انا اعمل ايه؟ مستقبل اتدمر، كان نفسي اشتغل ويبقى معايا مرتب كويس. لا، الحياه اسهل من كده ان شاء الله، الارزاق على الله اولا. ثانيا بتبدا تقدم في اكتر من مكان، اماكن خاصه بالاتش ار، الوظائف الخاصه بالاوبريشن، العمليات. نصيحتي لو انت خلاص مش مهتم بالمجال ده والشغل فيه انت شايف ان هو مش افضل حاجة، ارمي المجال بقى كله وخليك خريج كلية اداب واشتغل اي حاجة قدامك. اوبريشن، عمليات، بيطلبوا لوجيستيك، ادارة المواد، ادارة الانتاج، تشتغل سيلز، تشتغل ماركتينج، ارمي نفسك بقى في هذه الاعمال، ان شاء الله هتجد فيها فرصة عمل كويسة، وربنا يكتب لك اللي فيه الخير دايما. وبلاش كلمة انا متضايق واعمل ايه وخلاص مستقبل اتدمر. بنشوف على فكرة الناس بيشتغلوا في السيلز وما شاء الله، وخريجين دار علوم وخدمة اجتماعية وعبري ومعرفش قسم مكتبات، عارفين الاقسام غير الريليتد خالص بالسيلز، وكذلك في الاوبريشن العمليات، وكذلك في الاتش ار، وكذلك في الحاجات دي. فانت اجتهد وربنا ييسر لك الفخر. ولكن لو دخلت مجال من هذه المجالات وربنا كرمك، حاول انك تحصل على دبلومه في هذا المجال علشان تكون الدنيا بالنسبه لك اكثر ثباتا واكثر شيفت، كارير شيفت في السي في بتاعك، وربنا يوفقك.